بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى المورد المعرفي الثاني في وحدة السلسلة الطاقوية، وهو أنماط تحويل الطاقة. السؤال المطروح أو الإشكالية التي نريد أن نتعرف على جوابها: هل يمكن للطاقة أن تحول من نمط إلى آخر؟ إذن هذه صور التجربة التي أجريناها في المخبر، وهي الممثلة والمطابقة لما ورد في النشاط المقترح في كتاب التلميذ. إذن لدينا مروحة أو محرك يتم تشغيله بواسطة بطارية، وصمام كذلك يتم تشغيله بواسطة بطارية. إذن وهذه الصورة للإجابة على هذه الأسئلة، قم بربط عناصر كل تركيب. أي نبدأ بالتركيب الأول، المروحة أو المحرك مع البطارية، ونرسم مخطط السلسلة الوظيفية. أو قال قبل ذلك: ولاحظ ماذا يحدث للمروحة، يعني عندما نوصل ماذا يحدث. لاحظ أن في هذه الصورة عندما تم التوصيل فالمروحة هي في حالة دوران. إذا نرسم مخطط السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة. التركيبة مكونة من جملتين: بطارية ومحرك. ففعل الأداء هو البطارية تغذي المحرك، وفعلي الحالة أو الهيئة: البطارية تفرغ أو تنفد والمحرك يدور. ثم بعد ذلك مخطط السلسلة الثانية، يعني لاحظ كذلك أن عندما وصلنا طرفي الصمام بطرفي البطارية فإن الصمام متوهج أو يتوهج. نرسم مخطط السلسلة الوظيفية: البطارية تغذي الصمام، والصمام يتوهج، والبطارية. هذا المخطط الوظيفي. ثم ننتقل إلى أنماط التخزين للتركيبة الأولى: البطارية مع المحرك. إن البطارية الطاقة مخزنة بها في حالة أو في نمط يسمى بالطاقة الداخلية، يعني هذه الطاقة يمكننا أن نراها ولا أن نرى أثرها المباشر إلا من خلال التحويلات التي تحدث على مستويات أخرى أو على جمل أخرى. إذن فلما نقول الطاقة تفرغ، لا أحد منا يستطيع أن يرى أن البطارية أنها تفرغ أو تشحن. لكن على مستوى المحرك قلنا طاقة حركية، فالحركة مرئية. إذن فالأولى على مستوى مجهري نسميه الطاقة الداخلية، والثانية طاقة حركية على مستوى عياني ونسميها الطاقة الحركية. إذن على بالنسبة للبطارية مع الصمام نفس الشيء: البطارية على مستواها الطاقة مخزنة، طاقة داخلية، وعلى مستوى الصمام هنا كذلك ننتبه أنها طاقة داخلية. فالصمام لكي يتوهج عليه أن يسخن، والسخونة ليست مسألة مرئية، إذن فهي كذلك مجهرية، وبالتالي التوهج يعبر عنه بطاقة داخلية. يسخن أو يتوهج فهي طاقة داخلية. ثم نعرج على أنماط التحويل، يعني ماذا أو ما هو تأثير البطارية على المحرك، يعني حينما البطارية تغذي المحرك فهي تعمل على تدويره. إذن فهنا التحويل هو تحويل كهربائي، يعني تغذيه أي تمده بالطاقة الكهربائية ليدور. إذن فالطاقة حولت من البطارية إلى المحرك في نمط كهربائي فنسميه تحويل كهربائي. ومن البطارية إلى الصمام كذلك نفس الفعل، تم تحويلها بنمط كهربائي.
نمر إلى هذا النشاط الذي هو تكملة للنشاط السابق. هنا لدينا محرك يدوي من خلاله نريد أن ندير المروحة، وفي الصورة اليسرى يعني هذا هو الذي نقصد، هذا محرك يدوي، بمعنى في هذا العضو سيكون لدينا مقبض أو وسيلة تدوير يدوية. فلما يدور هذا العضو ما الذي يحدث؟ وهنا كذلك نفس الشيء، يعني نفس الصورة، نقوم بتدوير هذا العضو يدويا، فما الذي يحدث على مستوى الصمام؟ إذن سنناقش كل تركيبة على حدة. قم بربط عناصر كل تركيب ولاحظ ما يحدث للمروحة وللصمام. إذن نبدأ بالمروحة. فحينما نقوم بتدوير هذا العضو يدويا يدور المحرك، هذا يصبح عبارة عن دينامو. إذن فحينما نقوم بالتدوير اليدوي للبكارة هذه أو لهذه المدوسة كما سميناها، فهذا الجهاز يصبح عبارة عن مولد، يولد الكهرباء. فالكهرباء الآن التي يولدها تغذي هذا المحرك، يدور هذا المحرك فتدور المروحة. إذن المروحة هي جزء من المحرك. إذن حدد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي في هذه التركيبة، فتكون الجمل المساهمة في دوران المروحة هي ثلاث جمل. إذن لدينا المدوسة أو هذا المحرك اليدوي، المدوسة تؤدي إلى دوران المولد، ومن المولد إلى المحرك المزود بالمروحة. فالسؤال الثاني، حدد نمط تخزين طاقة في كل جملة. إذن فالطاقة المخزنة في المدوسة هي طاقة حركية، وفي الدينامو كذلك هي أو المولد هي طاقة حركية، ونفس الشيء بالنسبة للمحرك كذلك هي طاقة حركية. يعني الكل يخزن الطاقة في شكل حركة، ندير المدوسة، المدوسة تدير الدينامو أو المولد، والمولد يدير المحرك. الآن يطلب من نفسه الأخير، ما هي أنماط التحويل الطاقوي بين الجمل المشكلة لكل تركيبة؟ إذن فمن المدوسة إلى المولد هناك تحويل، ما نوعه؟ إذن لا شك أنه تحويل ميكانيكي، المدوسة تحرك المولد، تحويل ميكانيكي. ومن المولد إلى المروحة أو المحرك لا شك أنه تحويل كهربائي، لأن المولد سيغذي المحرك، يغذيه بماذا؟ بالكهرباء أو بالطاقة الكهربائية. إذن فهو تحويل كهربائي. نمر إلى التركيبة الثانية، نفس الأسئلة من أجل التركيبة الثانية، ما هي العناصر المساهمة؟ تجد نفس العناصر، فقط استبدلت المروحة أو المحرك بالصمام. إذن فتكون الجمل المساهمة في توهج الصمام هي المدوسة والمولد والصمام الضوئي. فما هي أنماط التخزين؟ إذن فأنماط التخزين في المدوسة دائما طاقة حركية أوسي، وفي المولد كذلك طاقة حركية أوسي، في حين أنه في الصمام الضوئي هي طاقة داخلية كما ذكرنا. إذن فالصمام يضيء بعمل داخلي بطاقة داخلية تتمثل في سخونته أو شيء من هذا القبيل. إذن ثم ما هي أنماط التحويل من جملة إلى أخرى؟ فمن المدوسة إلى المولد كذلك هو تحويل ميكانيكي، في حين أنه من المولد إلى الصمام هو تحويل كهربائي، المولد يغذي الصمام. إذن نمر إلى نفس التركيبتين السابقتين ولكن في حالة العمل اليدوي. إذن قال أرسم مخطط السلسلة الطاقوية. إذن فمخطط السلسلة الطاقوية علينا أن نستعمل الرموز الطاقوية بدل أفعال الأداء وأفعال الحالة. إذن فهنا تكلمنا عن التحويل الطاقوي من المدوسة إلى المولد، من المدوسة إلى المولد في هذه الحالة،
من المدوسة هذا المقبض إلى هنا تحته يوجد مولد، فحينما تدور المدوسة تؤدي إلى دوران المولد. إذن فالتدوير هو تحويل طاقوي ميكانيكي من المولد إلى المحرك، يعني حينما نوصل من المولد من هنا إلى المحرك بالأسلاك الكهربائية، عندما نقوم بالتدوير تدور المروحة، إذن فالمولد غذى المحرك، إذن فهذا التحويل الطاقوي هو تحويل كهربائي. ثم التركيبة الثانية نفس الشيء، نرسم مخطط السلسلة الوظيفية لها، نحدد فقط التحويلات الطاقوية. إذن لدينا المدوسة، نعم ندير المدوسة، يدور المولد فهو تحويل ميكانيكي، من المولد إلى الصمام الضوئي هو تحويل كهربائي. ثم في مكان أفعال الحالة نكتب أنماط التخزين. إذن فهنا في المدوسة الطاقة المخزنة هي طاقة حركية، في المولد هي طاقة حركية، في الصمام الضوئي هي طاقة داخلية. نفس الشيء بالنسبة للتركيبة الأخرى، في المدوسة دائما طاقة مخزنة طاقة حركية، في المولد طاقة حركية، في المحرك طاقة حركية. ماذا نستخلص؟ يعني ما هي خلاصة هذه النشاطات؟ يمكن تحويل الطاقة من جملة لأخرى بأحد الأنماط الأربعة التالية. نحن تطرقنا هنا في هذين المثالين إلى نمطين، ويبقى نمطان آخران هما من السهولة بمكان نتعرف عليهما في أمثلة أخرى، سنرى هذه الأنماط ونشير إليها. إذن تحول الطاقة من جملة إلى أخرى تحويلا ميكانيكيا، كما رأينا في من المدوسة إلى المولد، أو من المولد، نعم من المدوسة إلى المولد، أو من المدوسة إلى المحرك. ثم النمط الثاني تحويل كهربائي، كما رأينا أن المولد حينما يدور يغذي المحرك فيدير المروحة، إذن فهذا تحويل كهربائي، المولد يغذي الصمام فيتوهج، فهذا تحويل كهربائي. التحويل الثالث هو التحويل الحراري، مثلا المدفأة تسخن الغرفة، المدفأة تسخن الغرفة، فهنا فيه عملية تحويل للطاقة من جملة إلى أخرى بشكل حراري، فالطاقة انتقلت من المدفأة إلى الغرفة في شكل حراري، إذن فهو تحويل حراري. النمط الرابع التحويل الإشعاعي، التحويل الإشعاعي فمثلا الطاقة التي تصل إلى المصباح، المصباح يحولها إلى الغرفة في شكل إشعاع، في شكل إنارة، إذن فهنا نقول المصباح يحول الطاقة إلى الغرفة تحويلا إشعاعيا، إذن فهو ينير الغرفة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، ونعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.